الرئيس السيسي وولي العهد السعودي توافقان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية. الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان. مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن الدولي حول تطورات السد الإثيوبي وتؤكد رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين. وقد تم التوافق خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسيع دائرة الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان. وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر، والتي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان، والذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف استفادة جميع فئات المواطنين من مختلف الأعمار من موارد الدولة بعدالة وفعالية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات في ملف قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر مدينة النيل الطبية، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هيرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسي ليصبح مركز تميز إقليمي، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح. وفي ذات الإطار استعرض السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، ذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرس الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية. شهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى سكينة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العالمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخنكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية لإقامة ممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه سيادته الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة 10 مليارات جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، كيف ترى الاهتمام الرئاسي بمحور التنمية البشرية من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان؟ في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أعتقد أن هذه المبادرة بداية هي المبادرة الأهم في الوقت الحالي، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أهم تكليف له للحكومة الجديدة كانت العمل على بناء الشخصية المصرية والاهتمام بالمواطن المصري، لأن المواطن المصري هو رقم واحد داخل الدولة. لهذا السبب تم في الوقت الحالي اهتمام الرئيس منصب على تنمية المواطن المصري بشكل كبير، تقديم له كافة الخدمات بشكل يسير للمواطنين كافة، العمل على توسعة المظلة الاجتماعية للمواطنين المصريين، الاهتمام طبعا بداية الاهتمام بالنشء الصغير بالأطفال الصغار منذ الولادة حتى 6 سنوات، وهي نقطة ومبادرة في غاية الأهمية، لأن النشء السليم هو البنية الأساسية لبناء الشخصية المصرية وبناء المواطن المصري بشكل سليم بشكل صحي. تتضافر فيه جهود وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، كل هذه الوزارات تتكاتف من أجل إعداد نشء جديد على أعلى مستوى من الصحة وتقديم له خدمة صحية جيدة، تقديم له خدمة تعليمية أيضا من خلال تأهيل المعلمين في معاهد رياض الأطفال لتقديم الخدمة التعليمية السليمة لهذا النشء، مع الاهتمام أيضا بتنفيذ الرياضات معينة، لأن في هذه في سن 6 سنوات وما قبلها هي مرحلة للانتقاء الرياضي بشكل يضمن إعداد نشء سليم والوصول إلى البطل الأولمبي أيضا من خلال الانتقاء الرياضي في هذا السن، مع أيضا الاهتمام بالأسرة، أسرة الطفل اجتماعيا وماديا وصحيا على كافة المستويات. نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك.
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع بإجراء حصر وتدقيق للمناطق الأكثر احتياجا التي سيتم تقديم الدعم الاستثنائي لها. كما كلف مدبولي خلال الاجتماع بتقديم الدعم في عدد من المجالات لهذه المناطق مثل توجيه قوافل طبية أو دعم بعض الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتا إلى أنه يمكن تكرار المبادرة الجديدة في مناطق أخرى بعد الانتهاء من المجموعة الأولى من المناطق الأكثر احتياجا. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد. جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أكد قيام الجهاز بضخ ما يقرب من 2,800,000,000 جنيه لتمويل حوالي 920 مشروعاً من المشروعات الصغيرة وفرت أكثر من 9,250 فرصة عمل. بدأ العد التنازلي لاستضافة مدينة العالمين الجديدة لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر عام 2024 بمطار العالمين الدولي. وتشارك بالمعرض أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة من أكبر شركات مصنعة الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم. معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى على أرض مصر، حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 100 دولة وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. يعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة، مدنية، عسكرية، موجهة بساحة العرض المكشوف، وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في جو من الإثارة والتشويق في الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر 2024 بمطار العالمين الدولي. وجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة. وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. ونوه وزير الخارجية إلى أن تصريحات أبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، مؤكدا أن مصر مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه. We'll be right back.
سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أدانت مصر استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي أدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية. واستنكرت مصر بشدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهة داخل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية والإمعان في استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة وما يصاحبها من تعذيب. وشددت مصر على أن تلك الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون حساب، وأن على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال وحماية أمن السكان الفلسطينيين. وجددت مصر تحذيرها من مخاطر سياسة الأرض المحروقة والتي تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن انزعاج مصر الشديد من محاولات تكرار ما يحدث في غزة في الضفة الغربية. وخلال استقباله سجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، شدد عبد العاطي على ضرورة احتواء التصعيد العسكري في الضفة الغربية واطلاع إسرائيل بمسؤولياتها في توفير الأمن للسكان الفلسطينيين باعتبارها قوة احتلال بدلا من ترويعهم وانتهاك كافة حقوقهم الإنسانية. من جانبها حرصت المسؤولة الأممية على استعراض أبرز الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية في سبيل تسهيل إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك المشاركة في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتي بدأت اليوم. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي. وتتعرض جنين ومناطق أخرى بشمال الضفة لهجوم إسرائيلي لليوم الخامس أسفر حتى الآن عن سقوط 22 شهيدا فلسطينيا في الضفة الغربية. لم تكتفي دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على قطاع غزة لنحو 11 شهراً، نفذت خلالها كل أنواع الإبادة الجماعية حتى جاء الدور على مختلف مدن الضفة الغربية خاصة مدينة جنين ومخيمها. بلدية جنين شمالي الضفة قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أكثر من 70% من شوارع المدينة بالكامل، مما أدى لتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وكابلات الاتصالات والكهرباء، كما استمر جيش الاحتلال في حصاره للمستشفيات في جنين حيث خرج بعض الأقسام عن الخدمة. وفي مخيم العروب شمال الخليل أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين. وفي نابلس أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر. وفي القدس أغلقت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة، فيما لم تسمح للمركبات بالخروج من القرية أو الدخول إليها. وهكذا يتواصل بطش وإرهاب الاحتلال الذي يمارس القتل والدمار في كل يوم، متحديا كافة القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء بين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري. استشهد 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلا في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمال غزة، كما أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد آخر في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح بالتزامن مع غارات عنيفة تستهدف مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,738 فلسطينيا وإصابة 94,154 آخرين في حصيلة غير نهائية. أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث الوضع في قطاع غزة وكذلك التطورات الإقليمية والعالمية. وفي بيان لمكتب الرئيس التركي أكد أردوغان على أهمية التحرك المشترك من جانب الدول المسلمة فيما يخص القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق وقف إطلاق النار الدائم في غزة. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشدد الرئيس الأمريكي على أنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، لافتا إلى أن جميع الأطراف متفقة على شكل المبدئي للاتفاق. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه انتشل جثث 6 محتجزين كانوا لدى حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضح جيش الاحتلال أنه تم العثور على جثث المحتجزين بأحد الأنفاق في منطقة رفح الفلسطينية، وتم نقلهم إلى إسرائيل. في غضون ذلك، طالب أهالي المحتجزين بغزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالظهور العلني أمام الإسرائيليين وتحمل المسؤولية المباشرة عن التخلي عنهم. دعت عائلة المحتجزين الإسرائيليين زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد إلى إضراب عام غدا الاثنين للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق لإطلاق سراح الذين ما زالوا محتجزين في غزة. ودعا منتدى عائلات المحتجزين والمفقودين الإسرائيليين للانضمام إلى مظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في إسرائيل وتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين. هذا كما دعا اتحاد نقابة العمال الإسرائيلي إلى المشاركة في الإضراب من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية. هذا وقال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس، قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت لأسباب سياسية، داعيا الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع للاحتجاج واستبدال الحكومة التي وصفها بحكومة الفشل التام. يأتي هذا في خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 6 محتجزين لدى حماس كان يعتقد أنهم أحياء. أضاف جانتس أن نتنياهو متردد وخائف ويحاول كسب الوقت لأسباب سياسية بدلا من اتخاذ إجراء. بدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة بعد إعلان الأمم المتحدة عن هدن إنسانية للسماح بتطعيم الأطفال، ويستمر كل منها 3 أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن هناك سباقا مع الزمن لمنع تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة، موضحة أن حملة التطعيم في القطاع تستهدف 640,000 طفل.
تستمر المساعدات الإغاثية العابرة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المصرية والمساعي الدولية لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث عبرت اليوم نحو 95 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية وتسع شاحنات محملة بالوقود من غاز وسولار. المزيد من التفاصيل نتابعها مع الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. نعم، تحياتي. حيث لا تزال المساعدات الإنسانية ومساعدات الطبية ومصادر الوقود تنفذ من خلال مصر إلى الأشقاء في غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، ولكن التعنت الإسرائيلي في إنفاذ هذه المساعدات لا يزال مستمرا، حيث تقل وتيرة الشحنات التي تدخل إلى القطاع. ففي الأسبوع الماضي لم ينفذ إلى القطاع سوى نحو 125 شاحنة فقط من جملة الشاحنات التي تقف وتتراص على الطريق بالمئات لأكثر من شهرين في انتظار أن تعبر إلى الجانب الآخر، وهو ما يفيد بأن الجانب الإسرائيلي لا يأبه ولا يهتم بالجانب الإنساني في غزة ضمن سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. حصيلة هذا اليوم من الشاحنات التي مرت إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم وصلت إلى نحو 125 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمواد الطبية للشعب الفلسطيني، فضلا عن نحو تسع شاحنات وقود عبارة عن سولار وغاز أيضا مرت إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم، وهو عدد ضئيل جدا بالنسبة لما يحتاجه القطاع من مساعدات إنسانية ومصادر للطاقة لتشغيل المستشفيات وخلافه هناك، فضلا عن استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. إلى اليوم. ونشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. كييف تقدم لواشنطن قائمة بأهداف روسية ترغب في ضربها بصواريخ أتاكامز الأمريكية. قال وزير الدفاع الأوكراني روستام أميروف أنه قدم لمسؤولين أمريكيين كبار قائمة بالأهداف الروسية التي ترغب أوكرانيا في ضربها بصواريخ أتاكامز الطويلة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة. وبحسب وزير الدفاع الأوكراني فإن هذه القائمة تشمل المطارات التي يستخدمها الجيش الروسي لشن ضربات ضد المراكز السكانية عبر أوكرانيا، وتدفع كييف منذ فترة طويلة بأن القيود المفروضة على استخدام الأسلحة طويلة المدى تعوق جهودها الحربية، بينما زعمت واشنطن أن السماح بضرب أعماق الأراضي الروسية قد يؤدي إلى تصعيد النزاع. أفادت إدارة سامي العسكرية الأوكرانية بأن شخصا لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون في هجوم صاروخي روسي على إحدى البلدات في المنطقة خلال الساعات الماضية. وأشارت الإدارة إلى أن الانفجار أدى إلى إتلاف شاحنة للحبوب المخصصة للاستخدام في حصاد المحاصيل ونقلها. كذلك وقعت إصابتان نتيجة لضربة روسية على منطقة في خاركوف، حيث تم تسجيل الأضرار في المباني السكنية والبنية التحتية المدنية. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر نقطة ارتكاز عسكرية أوكرانية في منطقة كورساك غربي البلاد. وأضافت الوزارة في بيان لها أن قوات الاستطلاع الجوي لإحدى وحدات المجموعة القتالية الشمالية بالقرب من الحدود في منطقة كورساك
اكتشفت نقطة قوة أوكرانية مموهة في شريط من الغابات، وبعد التأكد أصيب الهدف المكتشف بضربة مدفعية من قبل أطقم المجموعة القتالية الشمالية. ونشرت الوزارة أيضا لقطات لقصف المدفعي نفذته المجموعة القتالية الشمالية على مواقع المشال الأوكرانية بالقرب من الحدود في منطقة كورسك. أرلوفكا، كامشيفكا، نيكولايفكا، نوفوجيلانيا دونيتسك نارودنيا ريبوبليكا. نددت الخارجية الأمريكية بالإجراءات الخطيرة والتصعيدية التي اتخذتها الصين ضد ما وصفتها بالعمليات البحرية المشروعة للفلبين في بحر الصين الجنوبية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني اصطدمت عمدا بثلاث مرات بسفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني أثناء ممارستها لحرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، مما تسبب في أضرار للسفينة وتعريض سلامة الطاقم على متنها للخطر. هذا وقد تبادلت الصين والفلبين الاتهامات بتعمد وقوع تصادم بين سفينتين لخفر السواحل في البلدين في بحر الصين الجنوبي، وتتواصل الخلافات بين عدة دول وبكين بشأن السيادة على بحر الصين الجنوبي. في أحدث حلقة من سلسلة متصاعدة من الحوادث المماثلة في الممر المائي الحيوي، تبادلت الصين والفلبين الاتهامات بتعمد وقوع تصادم بين سفينتين لخفر السواحل من البلدين في بحر الصين الجنوبي. متحدث باسم خفر السواحل الصينية قال إن حادثة وقعت قبالة شعاب سابينا كول المرجانية التي باتت نقطة توتر جديدة في المواجهات البحرية المتواصلة بين مانيلا وبكين. وتقع هذه الشعاب على بعد 140 كيلومترا من السواحل الفلبينية و1200 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية، فيما يعد حادث التصادم الجديد الحادث البحري الخامس خلال شهر واحد بين البلدين في إطار الخلاف بينهما في بحر الصين الجنوبي والممتد منذ فترة طويلة. بكين تقول إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل، بما في ذلك أجزاء تطالب الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام بحقوق سيادة فيها. ويعتقد بأن أجزاء من الممر البحري الذي تمر عبره تجارة تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار سنويا غنية برواسب النفط والغاز الطبيعي فضلا عن مخزونات الأسماك. وفي عام 2016 قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن الصين لا تملك حقوقا تاريخية على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية في حكم رفضته بكين. أعربت اليابان عن قلقها واحتجاجها إزاء دخول سفينة حربية صينية مياه الإقليمية. ونددت الخارجية اليابانية بالأنشطة السابقة لسفن بحرية صينية وغيرها في المياه المحيطة باليابان والاختراق الأخير للمجال الجوي الياباني من طائرة عسكرية صينية، معتبرة ذلك انتهاكا خطيرا لسيادتها. أعرب نقيب المحامين عبد الحليم علام عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وخلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع القانون، أشاد علام بالجهد المبذول في إعداد مشروع القانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور. كما وجه علام التحية والتقدير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، ومشيدا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون.
طلب النائب محمد عبد العزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقع جلسات مجلس النواب على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وأيده في طلبه النائبان عماد خليل وأحمد الشرقاوي إلى جانب نقيب المحامين عبد الحليم علام. ومن جانبه أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي بأن حكم المادة 267 مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، وأوضح أنه لا حاجة لإضافتها في قانون الإجراءات الجنائية مقررا الموافقة على حذف المادة، كما وافقت لجنة التشريع بمجلس النواب على حذفها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بإلغاء مادة الحاسب الآلي. وأوضحت الوزارة أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء، حيث تم إدراجها كنشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، ليختار الطالب بين التكنولوجيا والحاسب الآلي أو ريادة الأعمال والمشروعات. ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اجتماعا مع وحدة تشغيل المدارس المصرية اليابانية، ووجه الوزير بتطوير المنصة الرئيسية للموقع الخاص بنظام إدارة التعليم للمدارس المصرية اليابانية والعمل على المراجعة الدقيقة واللغوية للفيديوهات المتضمنة للمنهج والتأكيد على أن تتضمن فيديوهات تفاعلية. كما شهد الاجتماع استعراضا لنظام التعليم بجميع المراحل داخل المدارس المصرية اليابانية وآليات التطبيق العملي وتنفيذ الأنشطة. أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار تقديم 49 مليون و174 ألفا و347 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة، وذلك منذ إطلاق النسخة الثانية للمبادرة في 31 من يوليو الماضي. كما أوضح وزير الصحة والسكان أن الحملة قدمت 384,516 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 108,801 خدمة تابعة للمبادرة الرئاسية للصحة العامة. كما قدم قطاع الطب الوقائي 67,161 خدمة، بالإضافة لتقديم 94,746 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا فكري، شكرا أميرة الوقفة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الأعمال في نشرة السادسة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا بعنوان بنوك النيو، الطريق لتعزيز الشمول المالي وأهميتها في تعزيز الشمول المالي. أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع بنوك النيو حول العالم بمعدل نمو وصل إلى 43% على المستوى الإجمالي، ارتفعت أعداد المستخدمين إلى 257.7 مليون مستخدم في العام الماضي، وتوقعات بالزيادة إلى 386.3 مليون مستخدم في 2028. بحثت
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رني المشاط مع المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي للعلاقات الاقتصادية المصرية الروسية على هامش اجتماعات بنك التنمية الجديد والتابع لتجمع بريكس. أشارت المشاط إلى انفتاح الحكومة على مختلف أوجه التعاون مع الدول الصديقة لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الملفات ذات الاهتمام المشترك. اتفق الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حسام هيبة مع نائب وزير التجارة والصناعة الهندية أمرديب سينغ على ربط منصة الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومنصة ستارت أب أنديا في الهند لتبادل التجارب والخبرات. أكد رئيس هيئة الاستثمار أن مصر تمتلك نظاما داعما لنمو الشركات الناشئة ما أهلها لتكون أكبر مستقبل للاستثمارات والشركات الاستثمارية في الشركات الناشئة. يتضمن برنامج الحكومة إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة ودخول مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تتراوح من 3 إلى 4 جيجاوات. تستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة قدرها 34 مليار دولار لمجال الطاقة المتجددة حتى عام 2026-2027. 28 جيجاوات من الطاقة المتجددة هي الهدف الجديد الذي تضعه الحكومة نصب أعينها ليكون إضافة إلى مزيج الطاقة خلال السنوات الخمس حتى السنوات السبع المقبلة. وعلى الأجل القصير تسعى الحكومة لإدخال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تتراوح من 3 إلى 4 جيجاوات حيز التشغيل والبدء في تغذية الشبكة القومية بحلول الصيف المقبل لسد فجوة إمدادات الطاقة. وفي إطار الاستعداد لتحقيق هذا الهدف خصصت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قطع أراض بإجمالي مساحات وصلت إلى نحو 42,600 كيلو متر مربع للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة. تستهدف الحكومة جذب استثمارات جديدة قدرها 34 مليار دولار لمجال الطاقة المتجددة حتى عام 2026-2027 حيث تسعى لزيادة استثماراتها الخضراء إلى 75% من إجمالي إنفاقها الاستثماري بحلول عام 2030 إلى جانب مساهمة الاقتصاد الأخضر بما لا يقل عن 5% في الناتج المحلي الإجمالي. وتقدم الحكومة إجراءات محفزة منها منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وكذلك تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 متر في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم في زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات. كما تخطط الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة P2P من قطاع خاص إلى قطاع خاص، ومنح قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التحول إلى الطاقة النظيفة. في سياق متصل أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العمل على تسهيل التحول إلى الطاقة النظيفة خلال الفترة المقبلة وتقديم حوافز خاصة للشركات التي تتطلع إلى إقامة أنشطة صديقة للبيئة أو توسيعها. كما ستطلق وزارة الاستثمار مبادرات لتغطية أسطح المصانع في المناطق الحرة بالخلايا الشمسية بوصفها وسيلة لجذب الاستثمارات الموجهة نحو التصدير. انطلقت النسخة 11 من موازنة المواطن حيث تم تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، والتخصيص نحو 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية. وتضمنت النسخة الثانية أيضا تخصيص وتجهيز 40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي والتكافل والكرامة، وتخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ما قيمته 13 مليار جنيه ليبلغ مستوى 1,116,000,000,000 جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 12.2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجكت 30 بنحو 42% ليبلغ مستوى 30,900 ونقطة. زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بما نسبته 92% ليصل إلى مستوى 7,141 نقطة، وشملت ارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 95% ليبلغ مستوى 10,244 نقطة. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. شهد أكبر اقتصادين في أوروبا تباطؤ في معدل التضخم، حيث سجلت ألمانيا معدل تضخم سنوي قدره 2% في أغسطس الماضي منخفضا من 2.6 في يوليو، كما بلغت أسعار المستهلكين في فرنسا 2.2 في أغسطس الماضي منخفضة من 2.7 في يوليو. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا مع أميرة ودينا. شكرا لك مصطفى. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من الأخبار. الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يتوافقان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية. الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. مصر توجه خطابا لمجلس الأمن الدولي حول تطورات السد الإثيوبي، وتؤكد رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري، إلى اللقاء.